السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعنا لكم تاني النهاردة بوصفة جديدة، وصفة سهلة وبسيطة خالص، يا رب تعجبكم ويا رب نكون خفاف على قلبكم النهاردة. وصفتنا النهاردة هي وصفة بطاطس المطاعم المبهرة او بطاطس الويدجز. بطاطس حلوة، الولاد والبنات والشباب بيحبوها عشان هي مبهرة وسبايسي ومليانة توابل جميلة ومش مقلية وخفيفة وتوابلها حلوة قوي وصحية جدا. النهاردة هنتكلم في حاجات كتير ما كناش اتكلمنا عنها قبل كده، يا رب نكون خفاف على قلبكم، يا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، بس يا ريت تدعموني باللايك والشير وبالاشتراك في القناة، ويلا نبتدي. النهاردة وصفتنا سهلة وبسيطة. في الأول هنقول المقادير. المقادير كيلو بطاطس صغيرة علشان تتقطع شكل المقوس ده، شكل الويدجز. هنجيب كيلو بطاطس، معلقة ملح، معلقة بابريكا، معلقة زعتر، معلقة كركم أو كاري اللي موجود، وهنحط معاهم 3 معالق زيت زيتون وبس، مفيش أي حاجة تاني. كلها وصفات سهلة وبسيطة. هنقطع البطاطس بالشكل ده زي ما انتم شايفين. أهم حاجة عايزة أتكلم معاكم فيها النهاردة، بحيث إن الوصفة بتاعت النهاردة مفيهاش مقادير كتير، فقلنا بقى ايه ندردش مع بعض، حس ان هي ما فيهاش مقادير كتير ووصفة سهلة وبسيطة. احنا قناتنا اسمها انا وسلفتي، والتعليقات بقى جت انتوا وسلفتك بقى، فين سلفتك والمطبخ شكله بيتغير وانتوا مش واحدة لا طبعا احنا مش واحدة، احنا 3 سلايف. انا الكبيرة اللي فيهم، انا فريدة ومعايا سلفتين تانيين، ريري وسمر. ريري سلفتنا اللي في الريف، اللي بتعمل لنا الوصفات الحلوة بقى بتاعت الريف، وهننزل فيديو خبيز ان شاء الله يعجبكم، وعملت لنا فيديو الفراخ البلدي وتسمينها، مشروع حلو ممكن تديريه من بيتك، ممكن يكسبك. في ناس كتير في القاهرة بيعملوه. انا هنا المية غليت ونزلت بالبطاطس، معلش قطعت الكلام بس عشان ابقى معاكم في الوصفة. حطيت لها معلقة ملح، عدى عليها 10 دقايق، رفعتها من على النار، صفيتها كويس قوي من المية. معانا بقى مين تاني غير ريري؟ معايا سلفتي التانية اللي عايشة معايا في القاهرة اسمها سمر، هي اللي عملت لنا الفيديو الحلو بتاع الشاورما وعيش التورتيلا، وهتعمل لنا فيديوهات تانية احلى. احنا التلاتة ممكن تسألونا في اي حاجة، وبنتحدى بعض طبعا في البيت وبنتنقر مع بعض كتير، بس احنا الحمد لله زي الاخوات. احنا عنينا ليكم في اي سؤال في اي وصفة، احنا معاكم من الالف للياء، سواء حلويات او وصفات طبيخ او حتى تربية غنم وطيور. التوابل معايا ملح، بابريكا، توم باودر، كاري، زعتر، روزميري، وزيت زيتون، في بيحط بصل بودر، كل واحد حسب رغبته. التوابل ممكن احذف حاجة واحط حاجة او ازود، ممكن ازود شطة ويبقى سبايسي، بتبقى جميلة جدا. هحط التوابل كلها على بعض، هحط معاها كمان زيت الزيتون حوالي يعني 3 معالق تقريبا، انا ما حطتش معلقة بس انا يدي معيار بقى. هنقلبهم كويس، ندمجهم مع بعض حلو. بعدين انا هنا حسيت ان الملح قليل شوية، فهحط معلقة ملح، ازود الملح حسيته قليل، مش هيظبط البطاطس، فحطيت معلقة الملح وحاولت ادوبها مع الزيت مع الحاجة. وهنزل دلوقتي بالبطاطس وأقلبهم مع بعض، طعمها جميل وريحتها حلوة قوي. وأحلى حاجة فيها إن هي سهلة، يعني حد مثلا بالليل كده عايز وصفة عشاء كده سهلة خفيفة، الصبح في الفطار عايزين نغير،
في الغدا عايزين نعملها جنب بانيه، نعملها جنب شاورما، يعني حسب ما احنا عايزين. ممكن من نفس الزيت بتتبيلة التوابل دي نتبل الفينو بايت عندنا، او توست نقطعه نتبله بيه وندخله يتحمص في الفرن مع البطاطس ويتاكلوا الاتنين مع بعض، او الفينو لوحده يتاكل بيه وصفات تانية، بيبقى طعمه هايل. هنرص البطاطس في الصينية. ليه هنرصها وليه مش هحطها كده مرة واحدة؟ مش عايزة صباع بطاطس يجي على صباع تاني، عايزاه كل واحد مرصوص لوحده علشان يتحمص يتقرمش يبقى طعمه جميل. بتدخل الفرن على أعلى درجة حرارة، بتقعد في الفرن نص ساعة بالظبط، وبعد كده بتتقدم وهي سخنة، وبتتقدم مع الصوصات اللي احنا عارفينها زي ما قلنا كاتشب مايونيز، حابة صوص تاني اعملي بيه صوص الباربيكيو او الهوت صوص، يعني حسب الرغبة. الوصفة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك 10 دقايق وانت بتحضريها. هنسوي في ايه؟ هنسوي في اي صينية عندنا، عندك صينية تيفال تمام مفيش اي مشكلة، عندك صينية صاج زيت او الومنيوم ليها وضعها. يعني الصينية الصاج زيت هندهن من نفس الوصف، من نفس الخلطة بتاعت الزيت بالتوابل، دهنت بالفرشة ورصيت. طيب معايا صينية الومنيوم هيتسوي حلو برضو مفيش اي مشكلة فيها، بس هقولك نصيحة، افرشي فيها ورقة زبدة قبل ما تحطي البطاطس. ليه هي هتلزق؟ لا هي مش هتلزق، هي البطاطس متغلفة بالزيت وممكن تدهني بالفرشة، بس الزيت لما هيخش جوه الفرن ويتحمر مع البطاطس هيديكي بقع رخمة في الصينية الالومنيوم، عشان كده بقولك حطي ورق زبدة. درجة الحرارة على أعلى حاجة لمدة نص ساعة، نص ساعة فقط هتلاقي البطاطس استوت وبقت جميلة وبألف هنا وشفا. بعد ما هنرصها كده اهوت وهندخلها الفرن، هبتدي انا احضر الصوصات اللي هتتقدم معاها، هبتدي احضر المايونيز وهبتدي احضر الكاتشب. ان شاء الله في فيديو تاني هبقى اعمله هيبقى كله صوصات، هنعمل صوص الباربيكيو والهوت صوص والكاتشب والمايونيز. معلش بجد ما كنتش فاكرة ان التصوير عامة بياخد وقت، لكن هي صوصات سهلة وبتتعمل في البيت. هجهز الفيديو وهنزل لكم بيه ان شاء الله. دخلناها الفرن هتاخد نص ساعة زي ما قلنا على اعلى درجة حرارة، وهنوريها لكم بعد ما تطلع ان شاء الله. طلعت اهي من الفرن، ريحتها جميلة جدا ولونها حلو وذهبي، يمكن مش واضح معاكم بس هي جميلة والله، وصوت الخروشة والقرمشة جميل. متحمصة كده في الفرن خلاص، بقى باين قشرة ولا حاجة، والقشرة دي مغذية جدا. بنقدمها مع صوص الكاتشب والمايونيز، بتتقدم مع وجبات خفيفة وسهلة. جربوها بجد مش هتندموا. ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، ويا رب اكون خفيفة عليكم النهاردة. لو في اي سؤال شرفوني بتعليقكم، ومع السلامة واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.